المشاهدين يعني احنا كمان نفهم احنا والمشاهدين يعني ايه الزراعات المتاخره او الزراعات الفوريه اللي هي الزراعات اللي دايما كانت بتبقى قديمه يعني تمام. والزراعات الفوريه اكيد في فرق بينهم كبير. طيب نبدا بس الاول واحده واحده كده من الاول. انا عشان نفهم القصه لو مريض جالي العياده من الاول خالص وهو خالع ضرس او خالع سنه وقال لي يا دكتور انا عاوز ابدا اعوض عن السنه او عن الضرس اللي موجود عندي ده كنا في الاول خالص بدايه الخيارات اللي موجوده قدامنا بنقول له انت قدامك ثلاث خيارات. الخيار الاول نعمل تركيبه متحركه اللي هي الطقم اللي بيتشال ويتحط وده تقريبا ما بقاش موجود او اغلب الناس ما بترضاش بيه دلوقتي. الاكثر شهره دلوقتي او اللي كان مشهور الفتره اللي فاتت في حاجه اسمها التركيبات الثابته. ايه هي التركيبات الثابته؟ ان المريض بيجي بنعمل تحضير في الضروس اللي جنب الضرس المفقود نفسه، يعني وليكن هو خالع ضرس خلفي بنيجي على الضرس اللي جنبه من اليمين ومن الشمال نعمل حاجه اسمها تحضير في الاسنان وناخد مقاس عليه ونعمل حاجه اسمها بريدج او الكوبري اللي هو بيجي يثبت على الاثنين اللي جنب منه. طيب وده كان مشهور جدا وكل الناس كانت بتعمله. كان في مميزات مهمه قوي ان هو اسمها تركيبه ثابته. يعني ايه تركيبه ثابته؟ يعني المريض مش بيشيلها ويحطها، نفس لون السنان قويه جدا بتستحمل بياكل عليها، كانت الدنيا رائعه وجميله جدا بالنسبه. لكن بعد فترة حصل فيها شوية مشاكل أو ظهرت من التركيبات الثابتة دي شوية مشاكل، زي مثلا إن أول مشكلة بتقابلني إن أنا بروح أبرد من السنان اللي جنب منها. طب أيوة أنا سنة عندي سليمة، هروح أعمل تحضير في السنة اللي موجودة دي، أشيل طبقة المينا اللي هي أهم طبقة بالنسبة لي واللي مليانة كالسيوم بيوصل نسبة الكالسيوم فيها ل 96%، أكتر طبقة غنية بالنسبة لي وأكتر طبقة مهمة عندي في السنة، رحت أنا ضيعتها عشان أروح أحط عليها تركيبة أو الكوبري اللي موجود عندي. مش كده وبس، ده كمان الكوبري اللي موجود ده بيبقى موصل ما بين السنان، مفيش اي طريقه ان انا اقدر انظف ما بين الاسنان اللي موجوده عندي، فبيسموه انهيجينيك. انهيجينيك يعني مش صحي للاسنان، لان انت في اكل ممكن يبدا يتحشر ما بين الاسنان اللي موجوده عندك او ما بين التركيبه دي نفسها، وانت مش هتعرف غصب عنك تنظف ما بينها كويس، لان بقت يونت كامله على بعضها، مش سبريتد، مش كل سنه منفصله عن السنه اللي جنبيها. ممكن كمان يحصل منها مشكله ان انا بركب الكوبري ده في الهواء. يعني ايه في الهواء؟ يعني مش على اللثه. هل العظم بتاع الفك نفسه انا جيت ناحيته؟ لا، اوتوماتيك خلقيا اي ضرس او سنه لما احنا بنخلعه الجزء اللي في العظم ده طول ما هو فاضي بيبدا خلايا العظم اللي عندنا حاجه اسمها اوستوكلاستيك سيل، دي خلايا بتروح تدوب العظم. فبعد 10 سنين يجي المريض يشتكي يلاقي ان بقى في فراغ موجود فوق التركيب موجود بين بين العظم والتركيبه بالزبط نفسها ويجي يشتكي المريض بعد 10 سنين يقول له التركيبه دي كانت حلوه جدا، فجاه بقت بتحشر اكل، بقى في ريحه اكل مش حلوه، فنضطر بعد فتره ان احنا نخلع له التركيبه ونروح نغيرها ونكتشف ان العظم نفسه كان فيه مشكله حصل فيه تاكل شديد جدا في العظم اللي موجود عندي. فكل المشاكل طبعا بيزيد عليها بقى كمان مشاكل اللثه، يحصل التهابات في اللثه رهيبه، ممكن يحصل حاجه اسمها تراجع لثوي، الضروس نفسها اللي كان عليها اللثه نفسها بتبدا تنزل لتحت، يحصل حاجه اسمها جيوب. بعض الحالات بسبب المشاكل الكتيره دي كلها من ذوبان العظم واللثه اللي موجوده والقطعات دي كلها ممكن الضروس اللي كانت عليها التركيبه تفقد هي كمان. يعني بعد فتره 5 سنين 10 سنين طبعا. اجي اعمل عليها اشعه الاقي العظم اللي ماسك الضرس او ماسك السنه نفسها بقى مش كتير، ويجي المريض يشتكي يقول لي يا دكتور انا التركيبه بقت بتتلخلخ كمان، يعني دي زياده عن الموضوع. ده زياده ما عشان حصل فراغ اوريدي في العظم، فاوريدي الكوبري اللي حضرتك بتقول عليه دوت اوريدي حصل فيه خلل تمام، لان السنان اللي هو كان محمل عليها او العواميد اللي كان ماسك عليها هي كمان حصل فيها مشكله من العظم اللي حواليها. بعد الاشعاعات نكتشف ان بقت في مشكله رهيبه فنضطر نخلع التركيبه ونخلع السنان كلها. فعلشان كده بداوا يفكروا ان احنا عاوزين نعمل نعوض الضروس او الاسنان اللي مخلوعه عندي دي بطريقه بحيث ان انا ما اضرش النيبرنج توس اللي موجوده عندي، السنان اللي دي اوريدي يا دكتور الزراعات المتاخره. ايوه دي بقى الزراعات الحاجات الاوريدي اللي كانت اللي كانوا بداوا يعملوها في الاول. فبداوا اول حاجه يعملوا حاجه اسمها زراعات الاسنان او غرسات الاسنان اللي هو ايه بقى ببساطه؟ لا انا ماليش دعوه لا بالضرس الناحيه دي ولا الضرس الناحيه دي، انا هفتح فتحه صغيره خالص في اللثه ونحط حاجه شبيهه بالجدر اللي ربنا كان خلقه جوه العظم نفسه، فانا لما حطيت جوه العظم بقيت محافظ على العظم نفسه، عمر ما في خلايا تيجي تاكل العظم، فبقى عندي نقطه مهمه قوي ان انا العظم اللي عندي يهتنوا زي ما هو مش هيدوب. النقطه رقم 2 الضروس اللي جنب مني اليمين والشمال انا ما بردتش فيها، ما جيتش ناحيتها، كل ضرس فيهم منفصل. حافظت على المينا اوريدي اللي موجوده في الضروس اللي هي اوريدي ما تتعوضش باي حاجه. تمام، فانا دي الضروس اللي جنب اليمين والشمال ما جيتش ناحيتهم خالص، حطيت الزرع عندي في اللثه نفسها وبنقفل عليها بنخيط عليها، ودي نقطه مهمه عشان نوضحها بعد كده قدام ايه الفرق ما بين الزراعات العاديه وبين جراحه. الفرق ما بين الاثنين دي بنسميها زراعات بجراحه، ان انا فتحت اللثه فتحه صغيره خالص، حطيت بنحضر العظم اللي موجود عندنا بادوات معينه بحيث ان احنا نخلي فيه جزء يتحط فيه الزرع، نقفل على الزرع اللي موجود عندنا
ونسيبها 3 شهور من 3 ل 6 شهور على ما الخلايا العظميه تبدا تمسك فيها. ما هي الزرعه دي تبتدي تتعرف عليها زي ما بنقول، ما هو ده جسم غريب جوه الجسم. تمام. بيبدا بقى الجسم يبدا يتعرف عليها ويبدا يكون خلايا عظميه حواليها تمسك فيها كويس قوي، تبقى الدنيا تمام. من 3 ل 6 شهور بنعمل اشاعه تاني نطمن ان الزرعه بقت كويسه وتمام وزي الفل. نبدا بعد كده نفتح عليها فتحه تانيه صغيره ونحط عليها الكراون او الجزء اللي موجود فوق، يبقى كده المريض قدر يستعيض عن الضرس او عن السنه اللي كانت مفقوده بالنسبه له. طيب اول نقطه موجوده عندي، ايه الميزه بقى في الزرعه اللي انا عملتها دي؟ أكيد. عن التركيبه، ان انا حافظت على الدروس اللي جنبي بين يمين وشمال. مهم قوي بالنسبه لنا هايجينيك. يعني ايه هايجينيك؟ اللي احنا قلنا عليها في الاول، ان انا بقى كل ضرس منفصل فاقدر انظف كل ضرس لوحده، ماليش دعوه بقى مش تركيبه، ان هو بقى مش ان هو في حاجات متصله ببعض. أيوة. او بقى حاجه كل حاجه منفصله لوحدها، منفصل عن لوحدها، فقدرت احافظ على كل على اللثه اللي عندي، مفيش تاكل في العظم هيحصل موجود عندي، اللثه نفسها زي ما هي، مفيش اكل هيقدر يتحشر عندي، العظم مش هيحصل له مشكله، مش هيجي المريض بعد 10 سنين يقول دكتور اصل بقى في عظم موجود فوق، او قصدي بقى في خلل في العظم اللي موجود عندي ففي اكل بيتحشر موجود عندي، كل ده اتلغى. فبقينا نقدر نعمل حاجه مشابهه للضرس اللي ربنا خلقه. طبعا كل ما انا قربت للحاجه الناتشرال، الحاجه الطبيعيه، طبيعيه اكيد، كل طبعا كل ما بقى الموضوع لطيف وظريف وبقى زي الفل. دي كنا زمان بنعملها، اسمها الزراعات المتاخره، ان هو المريض خالع وقعد فتره المفروض، او انا جاي لمريض بيخلع نستنى لست شهور على مكان الجدر ده نفسه يتكون فيه عظم. ما هو السنه اللي موجوده دي ما اتشالت، في جدر موجود جوه في العظم، الجدر ده مكانه فراغ طبعًا. انا مش هينفع احط هنا حاجه، فبنتظر 3 ل 6 شهور على ما العظم يتكون الاول، عشان يتكون ويتلحم تاني، وبعدين احط بقى احفر حفره تاني في العظم واحط مكانها الزرع. طيب بدا في مشكله بتحصل، اللي هي ايه؟ انا جالي مريض العياده وهيخلع سنه، احنا خلاص قررنا انه هيخلع سنه لاي سبب من الاسباب، هو عنده خراج، عنده كسر في السنه، لا قدر الله عمل حادثه، في تسوس شديد، في كسر في الضرس من موجود من ورا، المهم ان في حاجه حصلت واحنا حطينا التريتمنت بلان بتاعنا، الخطه العلاجيه، ان خلاص للاسف انا ما فيش اي حلول عندي في الضرس اللي موجود عنده، ما ينفعوش عصب، ما ينفعوش طرابيش، ما ينفعوش دعامه، ما ينفعش اي حل، للاسف خلاص الضرس هيتخرب خلاص لاسباب كتيره، ما فيش اي حاجه. فيجي المريض يقول لي طيب يا دكتور هنعمل ايه؟ اقول له الموضوع بسيط خالص بالنسبه لنا، ان احنا هنخلع السنه اللي موجوده دي ونعوض عنها، وابدا اخيره ما بين خيارات التعويض. طيب يا دكتور انا هعمل زرعه ما فيش مشكله، او هعمل تركيب. طيب امتى؟ كنا زي ما بنقول في الاول ان انا لازم انتظر 3 ل 6 شهور على ما اللثه تقفل والعظم يقفل وابدا اعمل زرعه، وبعد ما احط الزرعه استنى عليها كمان 3 شهور على ما العظم يمسك فيها، بالظبط العظم يمسك ويبتدي زي ما بنقول العظم يتعرف عليها وياخد المسافات بتاعته، وابدا احط في الاخر الطربوش اللي موجود فيها. طيب المريض مثلا وليكن هو لا يا دكتور دي سنه قدام، انا مش هينفع امشي في الشارع كده، وظيفته بالظبط شغله بيفرض عليه انه ما ينفعش يمشي في الشارع كده، لا يا دكتور ده مستحيل، انت بتقول لي هخلع الضرس واستنى 6 شهور الاول وبعدين احط زرعه واستنى 3 ل 6 شهور، يعني سنه كامله هقعد من غير سنين اللي قدام؟ لا طبعا ده مستحيل، نفسيا ما ينفعش، للاكل في الدروس اللي ورا ما ينفعش، شكلا ما ينفعش، او كلام ما ينفعش. فعاوزين حل للقصه دي، ومن هنا بقى ظهر موضوع حاجه اسمها الاميديت امبلانت، اللي هي الزراعات الفوريه. هل فعلا دلوقتي حالا في حاجه اسمها كده؟ يعني في حل؟ اه طبعا في حل، حل رائع، بالعكس اللي هقوله لحضرتك عليه، ان بقى افضل 1000 مره ان انا اعمل الزراعه الفوريه احسن من الزراعه المتاخره. مش فاهم يعني ايه الفرق بين الاثنين. طب الاول نفهم ايه الزراعه الفوريه. اكيد الزراعه الفوريه ان المريض بيخش لي العياده، انا هخلع له الضرس او السنه اللي موجوده عنده دي، واروح احط في نفس الجلسه بنفس البنج بنفس كل حاجه زرعه مكانها. تمام؟ يبقى المريض كده خرج من عندي شال الجدر وحط زرعه مكانها. طيب ايهما افضل؟ لو مريض مش فارق معاه قال لي يا دكتور لا عادي ده ضرس ورا ومش فارق معايا، انا مش هاكل عليه دلوقتي على الجنب ده خالص واستنى براحتي، هل افضل ان انا اخلع واسيبه لحد ما العظم يلم واللثه تلم؟ ويا ترى مش هيحصل اي زي ما حضرتك بتقول، احنا عارفين ان الاكل لما بيقعد فترات، واحنا طبعا مش ثقافه ان احنا نغسل اسناننا والكلام ده كله، مش كل الناس يعني بعيد شويه عن الناس. فعلا بجد في ناس لغايه دلوقتي الثقافه دي مش واصله لها يعني، او يعني مش مهتميه بالموضوع انها تغسل اسنانها على طول الشديد. ده حاجة كارثة يعني، أنا عارفة إن دي حاجة يعني غلط جدا. فمعناها كده يا دكتور إن هو مع الأكل ومع الكلام ده كله برضو بيحصل الفطريات ومع التآكل بيحصل ده مشاكل حاجات في اللثة بقى، بتحصل في حاجة زي كده في اللثة أكيد. بس هل الأفضل دلوقتي إن أنا لو مريض جالي العيادة وهو ما عندوش مشكلة إنه يعمل الزرعة الفورية، أو إنه يعمل زرعة متأخرة يقول يا دكتور بعد إذنك أنا هخلع الضرس وأحط الزرعة بعد فترة، ولا أحط الزرعة في ساعتها؟ مين أفضل؟ الأفضل 1000 مرة إن أنا أعمل الزرعة الفورية. إشمعنى؟ هو دلوقتي حالا لما انا هخلع الضرس خلقيا ايه اللي هيحصل؟ ان هيبدا يتكون جلطه جوه الضرس نفسه، المكان السوكت الفاضي ده الفاضي، ويبدا يتكون عظم ويقفل عليه.
طب بالعقل والمنطق مش الافضل مش الزرعه اللي موجوده عندي هتتحط ويتكون على عظم؟ طب ما ايه رايك والمكان فضل لسه فاضي بس ما كونش فيه عظم، الخلقيا بتاعك كويس ان انا احط الزرع واخلي العظم يتكون عليها اصلا، يتكون عليها اصلا، يبقى ده افضل 1000 مره طبعا، بدل ما استنى عظم يتكون وارجع نحفر فيه واحط زرع. طب صح. طب ما ليه؟ طب ما انا عندي الفرصه قدامي اهي ان انا متاحه ان انا بدل ما اجيب المريض تاني وادي له بنج تاني وافتح اللث واعمل دريلنج وبعدين اروح احط الزرعه واقفل عليها، طب ما انا افضل 1000 مره ولسه المكان قدامي متاح والدنيا كلها بالنسبه لي كويسه جدا ان انا اروح احط الزرعه موجوده عندي في نفس الجلسه في نفس الوقت. تمام. يبقى المريض استفاد جدا انه خرج من عندي من العياده خلع الضرس او السن اللي موجوده عندي وراح حطينا مكانها مباشره الزرعه اللي موجوده. يبقى ده افضل 1000 مره بالنسبه لي. بس دي يا دكتور برضو قلت لي انها يعني لما تتعمل فوريه هيبتدي انها، طب ما فيش حاجه بقى بديله ان هو تحط له مثلا حاجه سن او حاجه عشان برضو المنظر او الكلام ده كله، عشان الناس اوريدي زي ما انا بقول لك حتى لو هي يعني مش قدام او ورا او من جنب بتبقى برضو في الاكل، بيبقى يعني حتى كتير لما بيشيلوا بقى السنين بتاعتهم او كده بيبقى عندهم مشكله كمان في الاكل. تمام. طيب هي دي النقطه بقى اللي بعديها، لما حلينا المشكله الاولانيه اللي هي مشكله ان انا مش عاوز انتظر، لا يا دكتور بعد اذنك حط لي الزرعه مباشره، هل ينفع ان انا احط الزرعه واروح اركب عليها الجزء بقى الخارجي؟ احنا الزرعه دي الجدر اللي جوه الشكل الخارجي ده اللي هو الكراون اللي هتركب عليها بعد كده قدام. بالظبط. فالمفروض الزرعه بتتحط وبننتظر من 3 لـ6 شهور على ما العظم يبدا يتكون عليها علشان نبدا نحمل عليها، نعمل حاجه اسمها تحميل عليها اللي هي الكراونات او البريدج اللي انا هقدر احطه عليها. طب زي ما قلنا كده ان في مريض جالي العياده هو شغله فارض عليه انه ما ينفعش يمشي في الشارع كده، او هو نفسيا مش هيستحمل حاجه زي كده، او حد عنده مناسبه انا عندي فرح والله بكره بعده ولا مش هينفع اروح الفرح بالمنظر ده، ايه الحل؟ حضرتك هتحط لي زرعه مكان الجدر وبعدين؟ فعملنا حاجه جديده اسمها مع الزراعه الفوريه حاجه اسمها التحميل المباشر. يعني ايه بقى التحميل المباشر؟ موضوع بسيط خالص، المريض يخش لي العياده ما عندوش سنه او سنه مكسوره او في سنه سيئه احنا هنضطر ان احنا نخلعها، فنبدا نعمل ايه؟ نشيل السنه اللي موجوده دي ونحط مكانها زرعه، ومع الزرعه في نفس الوقت بنكون احنا محضرين مقاسات للمريض من الاول. طبعا كل القصه دي هو سؤال برضو، انا بعرف ازاي الزرعه دي اتحط ازاي او المقاس ده بيتعمل ازاي؟ كل ده بشغل الديجيتال دلوقتي. كل ده احنا بقى الديجيتال حل مشكله رهيبه بالنسبه لنا، ان احنا اصلا المريض قبل ما بقرب له او بعمل له اي حاجه بتعمل له اشعه بسيطه، بس بنعمل حاجه اسمها كومبي، دي اشعه ثلاثيه الابعاد، المريض بيعملها ويرجع لي العياده تاني بقدر ابص على كل تفاصيل اللي انا محتاج اعرفها، العظم اللي عنده ده كفايه ولا مش كفايه، الكواليتي بتاعه العظم دي تفرق معايا جدا في الزرعه، العظم ده نفسه هيستحمل اصلا يشيل زرعه ولا مش هيستحمل يشيل زرعه فوريه، هل هيستحمل يشيل طربوش في ساعتها ولا برده مش هيستحمل، طيب حجم بقى الطربوش، ما هو المريض عمل الزرعه وانا عاوز اركب له طربوش مؤقت في نفس الجلسه، طب أكيد. الطربوش المؤقت ده هيتجهز منين؟ ما هو انا مش عارف، ما خدتش مقاسات لسه موجود، كل ده بقى بيتعمل قبل اصلا ما المريض يخش العياده خالص. يعني كل يعني حاجه بتتجهز، اللي هو ان كل شويه انت رايح فين عند دكتور السنين، انت رايح فين عند دكتور السنين، ده كله مش هيبقى كل يوم بيروح لدكتور السنين عشان يعمل الخطوات اللي هي خالص. صعبه كبيره، احنا بنحضر المريض من الاول قبل خالص اصلا ما يخش للعياده. تمام. باخد له مقاسات واخد له اشاعات ورمعة الحاجات دي كلها على برنامج السوفت وير بتاعنا، بنجهز كل حاجه كامله للمريض، الطرابيش المؤقته اللي موجوده عنده، الزرعه نفسها حجمها، ما هي الزرعه دي تيجي مقاسات طول في عرض، هل دي ينفعوا زرعه قصيره، زرعه طويله، زرعه عريضه، ما كل حاجه ليها وضعها. اكيد. كل الحاجات دي بتتجهز قبل ما يخش المريض عشان يعمل الزرعه، ياخد البنج البسيط خالص، حتى عشان برضو في ناس كتيره جدا بتخاف من موضوع البنج يا دكتور جدا. ودايما في ناس تقول لك يعني طب انا لما باخد بنج ما بعرفش بقعد كذا وقت، ما بقدرش ان انا اكل او اشرب، بحس ان فكي فعلا منمل. دلوقتي كل الكلام ده تقريبا يكاد يكون اتلغى، الموضوع الناس كتيره بقت عندها فكره ان زراعات الاسنان دي اصل دي جراحه، دي عمليه. يا دكتور في ناس بتسالني في العياده دكتور واحنا نعملها في بنج كلي؟ لا لا لا، الموضوع مش للدرجه دي. لا، ويا دكتور محمود بجد بسبب ان كمان ان احنا بنقول لبعض اللي بيحصل لنا، فممكن كل واحده طبعا غير الثانيه، يعني اكيد اللي بقى وصلت الموضوع الخراج وحاجات. مشكله بتقابلني في العياده الميديا، انا بخش العياده الاقي المريض داخل العمليه فاتح اليوتيوب وشايف عمليات قديمه كتيره جدا، طبعا شايف دكتور مثلا كان عامل عمليه معقده وفيها شغل ادفانسد وحاطط عظم وبتاع، يقول دكتور يا نهار ابيض احنا نعمل، لا 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 لا، مش شرط، كل مريض وكل حاله لها وضعها، حاله مختلفه. تمام. طب دكتور محمود معانا اتصال تليفون، استاذ مرزوق. استاذ مرياني ازي حضرتك؟ كل سنه نورنا وانت طيب، وانت متصل على طول دايما بينا كده. والله ده احسن برنامج والله، بحيي قناتك. لا يا ريت، ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. اتفضل. دي من البرامج المفيده اللي بتفيدنا شخصيا يعني. شكرا، ميرسي لحضرتك. سؤالك بقى للدكتور محمود. حضرتك بس الدكتور، عسل الدكتور، انا اسناني قويه، الدكتور بيقول لي كتير بس بخلع كتير،
بتيجي سوسه كده في الضرس حضرتك، بتخرم الضرس وما بعرفش ايه السبب. باجي اخرج الضرس الدكتور يقول لي اسنانك قويه جدا، مش عارف ايه السوسه اللي بتيجي دي. تمام. طيب دي قصه. يعني انا اسناني قويه وبتيجي سوسه في الضرس كده، بتسوس الضرس بتوجعني جدا. تمام. طب استاذ مشروع عندك اي سؤال تاني للدكتور غير دوت عشان تقوله؟ شكرا مريان، شكرا. شكرا اتصالك. اتفضل يا دكتور محمود. طيب جاوب زي ما استاذ مرزوق بيسال كده السؤال بتاعنا، بيقول ان هو عنده تسوس بيجي في الدروس ويروح للدكتور يقول له انت ضرسك قوي جدا وانا بخلعه بيبقى فيه مشكله موجوده عندي، لكن هنضطر نخلعه. للاسف ده بيبقى نوع من انواع التسوس، حاجه اسمها بروكسيمال كيرس، تسوس بيجي في الجنب وللاسف الشديد ان هو بيوصل للجدر مباشره، يعني بيبقى جاي من الجنب. مشكلته الرئيسيه ان احنا غالبا ما بنضفش صح، يعني بيغسل سنانه بس ما بيغسلش مظبوط. يعني ايه ما بنغسلش سنانه مظبوط؟ عشان دي نقطه كتيره ناس كتيره ما تعرفهاش بالزبط. اللي هي ان كل مريض بيجي كل يوم، ده لو هو اصلا ملتزم بالفرشه والمعجون. فبيغسل مثلا، المفروض الطبيعي ان نغسل مرتين مينيمم في اليوم، مره الصبح ومره بالليل بالفرشه والمعجون. بيغسل ازاي؟ بيغسل بطريقه مظبوطه الفرشه والمعجون، ويغسل كل سنانه من جوه ومن بره، كل حاجه تمام. المعلومه بقى اللي عاوز اقولها لحضرتك جديده، ان الفرشه والمعجون بتشيل 70% فقط، ده لو غسلها صح. يعني انا راجل عامل الموفمنت بتاعت البرش مظبوط، اللي هو التنظيف اللي هو غسل الحركه مظبوطه وكل حاجه مظبوط وبغسل بتأني وبقعد كويس وكل حاجه. اللي عاوز اقول لحضرتك عليها ان 70% فقط هو اللي اتشال. طب 30% فين؟ انتر بروكسيمال، ما بين السنين. بين السنين. ودي ناس كثيره جدا 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 ما تعرفش ان هو اصلا المفروض ينظف ما بين السنين. انا غسلت بالفرشه والمعجون وخلاص. لا، في حاجه عندنا اسمها الدنتال فلوس، اللي هو الخيط اللي هو الخيط بتاع الاسنان. ده اساسي استخدمه مره يوميا، ده اساسي، لان ده اكتر حاجه هتخش ما بين الاسنان اللي موجوده عندنا عشان تقدر تنظف الاسنان. عشان نفس المشكله بقى اللي حصلت عنده، هو بيقول ان انا دروسي بتبقى كويسه وقويه وزي الفل، بس بروح للدكتور الدكتور يقول لا والله ده هتتخلع. ليه؟ لان هو بيحصل عنده تسوس من الجنب، هو ما بيشوفوش بعينه. أيوة. ولا بيشتكي منه. بيشتكي منه امتى؟ لما يكون خلاص التسوس وصل اكل كل حاجه، ان هو فجاه حصل الم لانه وصل لحد الجدر والجدر تقريبا كله اتاكل وبقى فيه مشكله موجوده كبيره، فخلاص الدكتور ما بقاش قدامه حل. ان التسوس اذا وصل للجدور للاسف ما بقاش له حل. اذا وصل للعصب يتحل، يتعمل حشو عصب ويتعمل كراون بالزبط. عليه وتبقى الدنيا قصه. انما لو وصل لحد الجدر نفسه، الجدر ربنا سبحانه خلقه ماده حاجه اسمها السمنتم. السمنتم ده ما يستحملش يتحط لا عليه حشو ولا يتحط عليه طربوش ولا يتحط عليه اي حاجه. بيبقى يعني خفيف كده وضعيف جدا وما يقدرش يستحمل وحساس جدا. فلو وصل ان عنده تسوس وصل من الجنب ووصل لحد الجدر وحد العظم، فللاسف الموضوع صعب. في الحالات اللي زي دي بنشوفها كتير، لما تلاقي تسوس صغير قوي وصل لحد الجدر، وفعلا واحنا بنخلع الضرس تلاقي الضرس عنيف. يعني الموضوع بياخد وقت على ما يخرج ويبقى قوي جدا. ففي الوضع اللي زي ده انا انصحه، هي دي بقى الجراحه يا دكتور، اللي هي بقى بنعمل زراعه، يعني زراعه الاسنان بالجراحه. بالجراحه ساعتها بقى بنضطر نخلع ونفتح اللثه اللي موجوده عندي وننظف العظم اللي موجود، وممكن اضطر احط زرع عظم موجود عندي علشان اقدر احط الزرعه بتاعتي. فانا نصيحتي ليه ان هو يحافظ على الفرشه والمعجون باستمرار. لازم زياره دكتور الاسنان كل 6 شهور، ده اساسي عشان ننظف جير. بالظبط، حاجه فولو اب كده سريعا عشان خاطر يقدر يحافظ على الاسنان الموجوده ويمنع النوع ده من التسوس اللي موجود عنده. لان هو عنده حاجه اسمها بروكسيمال كيرس، وهي للاسف لما بتيجي في مريض بتيجي في كل سنين، بيبقى التسوس التسوس داخلي ما بيبقاش ظاهر، ما بيبقاش ظاهر اصلا. احنا في مرضى بيجوا لنا العياده، المريض يقعد يشتكي وانا بعيني وبالادوات بتاعتي ما بشوفش، مش شايفها. لازم اضطر اعمله يعمل اشاعه عشان اقدر اشوف الحاجات اللي مستخبيه اللي موجوده عندكم. فهي دي نقطه مهمه هو لازم ياخد باله منها. لازم زياره دكتور الاسنان، ده اساسي بالنسبه لنا. كل 6 شهور يعمل فولو اب، نعمل اشعاعات، ننظف جير، تنظيف اللثه، في حاجه اسمها تنظيف الجيوب، عشان كل الحاجات المستخبيه بالنسبه لنا. عارف يا دكتور ليه الناس ساعات بتتكاسل انها تروح لدكتور اسنان؟ زي ما كنت بقول لحضرتك في البدايه جدا، ودي مش مشكله بس، يعني مشكله ناس كتير جدا، فاكرين ان هي الجلسات بتاعه التنظيف. كان زمان جلسات التنظيف يا دكتور بتقعد بالايام والثلاث ايام والاربع ايام عقبال ما الدكتور ينظف الاسنان، يعني وعقبال ما يكتشف زي ما حضرتك بتقول. وساعات في ناس بتفتكر بس ان هو مجرد ان يشيل الجير دوت هيستريح، لكن ساعات ممكن يكون بقى فعلا الجير عمل مشاكل اكبر، بتبقى يعني دخلت في حاجات اكتر للأسف. يعني بمعنى اصح ده اللي احنا بنشوفه بقى. نيجي ننظف الجير، بعد ما ننظف الجير نكتشف ان الموضوع بقى كبير جدا، وبقى فيه تراجع لثوي رهيب، بقى فيه تاكل في العظم موجود. عشان كده دايما بنقول للمريض دايما اعمل في الاب، لازم تروح لدكتور الاسنان. انت لازم تروح لدكتور اسنان، مش لازم ان انت تروح لدكتور اسنان يبقى في حاجه وجعاك او ان انت تشيل حاجه، لو حتى ان انت تعمل تشيك اب يعني كده وتشوف في ايه حاجات عندك في صغيره بتتلحق في الاول بدري جدا، وهتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. كل حاجه هتحلها لو انت رحت لدكتور اسنان بدري. صح. طب دكتور محمود معانا اتصال من استاذه دعاء، الخط قطع. حاولي تتصل بينا تاني يا استاذه دعاء. نرجع تاني يا دكتور، حضرتك كنت بقى بتقول دلوقتي استاذ مرزوق عنده يعني هيعمل جراحه ذراع،
لكن بقى في زراعه بدون جراحه، ايه الزراعه اللي بدون جراحه دي يا دكتور؟ طيب برضو مشكله بتقابلنا كتير في العياده، ان انا ما بقعد مع مريض وابدا اقنعه بزراعه الاسنان ودي افضل حاجه، فدايما يجي في مرحله معينه يقول لي لا بس انا بعد اذن انا موافق على الكلام اللي حضرتك بتقوله، كلامك كويس جدا وانا اقتنعت انها افضل حاجه في الدنيا ان الزرعه، وان انا اعوض الاسنان بالزرعه، لكن في مشكله انا مش هعمل عمليه. ليه حضرتك مش تعمل عمليه؟ لا انا تقول لي امسك مشرط، مجرد كلمه مشرط دي بالنسبه لي مخيط، لا الموضوع ده انتهى. انا في مثلا مرضى بيجوا عندنا العياده او يجوا عندنا المركز يقول لي والله لا بص حضرتك انت خدت كام غرزه او هتاخد كام غرزه، يعني دي مشكلته في حياته، انه فكره انه يطلع من عندي من العياده في خيط في بقه موجود او في مشرط اتفتح في لثته، ودي مشكله بالنسبه له كبيره. طيب في حل؟ اه طبعا في حل، عملنا طيب حاجه. خلينا ناخد الحل عشان بس الاتصال التليفوني ما يتقطعش من الاستاذ فارس. ايوه يا فندم. سؤال حضرتك الدكتور محمود. ايوه يا فندم. سؤالك يا استاذ فارس. كنت بسال يا فندم بالنسبه للتقويم للبنات. ايوه يا فندم معاك مع حضرتك. سامعينك. كنت بالنسبه للتقويم يا فندم، كان بنتي عندها 13 سنه، وكل ما اروح اعمل تقويم طبعا بيقولوا لي اسعار خزعبليه جامد، غير اللي احنا بنسمعه في التلفزيون ده، فدايما بيتكلموا يعني بيتكلموا بيقولوا على كل حاجه ان التقويم، وبنروح العيادات بنسمع اسعار خزعبليه، هو ليه اصلا الحاجات بتبقى غاليه جدا كده؟ حاضر، سؤال حلو يا استاذ فارس، عندك اي سؤال تاني؟ بس وبالنسبه لزراعه الاسنان برضك بنشوف حاجات برضك ونروح نسال في العيادات برضك نفس الكلام، بيقولوا لنا بالاسعار طب ليه ما بيوصل يعني طب يعني انت عايز تسال ليه الاسعار بتبقى غاليه بالذات لدكتور الاسنان؟ بتبقى الامكانيات عنده بتبقى حاجات التركيب والكلام ده كله بيبقى مكلف جدا وغالي جدا. انت السؤال ده فعلا حلو جدا يا استاذ فارس، اشكرك على سؤالك. عندك اي سؤال تاني؟ شكرا لاتصالك يا استاذ فارس. فعلا دكتور يعني التقويم والحاجات من دي يعني هي طبعا بتختلف من اكتر الحاجات اللي موجوده غير العياده هي الزراعات. الموضوع بسيط غير الفينير بقى وغير القصص اللي هي التجميليه بقى الثانيه خالص. الموضوع بسيط جدا، هي الفكره كلها الدكتور اللي شغال في العياده ده هيستخدم مواد شكلها عامل ازاي؟ يعني هل المواد اللي انا بشتغل بيها في العياده المواد دي رخيصه؟ لو 100% هي رخيصه انا هعمل حاجه رخيصه. أكيد. ده امر منطقي. انما للاسف ان الحاجات الادفانسد كلها في الاسنان زي التقويم مثلا او زي زراعات الاسنان او زي الفينير بعد كده او البليتشنج، الحاجات دي كلها اصلا للاسف هي اصلا كماتيريال غاليه جدا جدا بالظبط فوق الوصف يعني. والحاجات دي كلها انا عشان دكتور اقدر اطلع ريزلت مظبوطه والمريض يكون راضي عنها لازم استخدم حاجه كويسه. في نقطه مهمه، في حاجات في السوق موجوده فعليا يعني مضروبه، احنا بنسميها مضروب وبسعر زهيد جدا رخيص جدا بشوف بقى فعاليه يعني بس النتيجه بتاعتها. هي دي النقطه بالظبط، يعني شوف النتيجه بتاعتها فيما بعد، مع ان اللي راح وعمل التقويم هيلاقي الموضوع ان الدكتور ساعات بيحط له اساتيك حاجات بسيطه فاكر ان هي مثلا ايه يعني وخلاص، لكن لما يجي بقى يعني مثلا في عشان هو بيسال في التقويم عشان مثلاً بنته بتهيالي انها مثلا في التقويم ان الحاجات البريسز اللي بتتركب على الاسنان بالظبط دي غاليه، انواع كتير جدا اكيد في حاجات ممكن يعني اقول لحضرتك انها توصل اسعار زهيده، ممكن في حاجات البريسز دي توصل 100 جنيه و200 جنيه حلو. في بقى لو انا دكتور اسنان هشتغل تقويم وهشتغل بشغل مظبوط، في كتات بريسز للحاله الواحده بتوصل بالزبط ارقام مهوله عشان خاطر ما تتفاعلش مع الاكل وما عشان تعملش تجريح للثدي يعني حاجات كتيره هو جدا هو ده اللي انا محتاجه، ان انا محتاج اوصل لنتيجه مظبوطه. فانت حضرتك لو انت رحت لدكتور اسنان وشايف ان التكلفه اللي موجوده عنده دي غاليه، فصدقني هو بيشتغل بمواد عاليه عشان يقدر يديك نتيجه اللي انت عاوزها بالظبط في وقت انت عاوزه. يعني لو هنتكلم هنفرض دي على زراعات الاسنان مثلا، هضرب لحضرتك مثال اللي احنا بنتكلم فيه موضوع حلقتنا بيتكلم في زراعات الاسنان. انت حضرتك لو اي حد دخل على الفيس او دخل على اليوتيوب على شاف شاف اي اسعار هيلاقي مثلا في دكتور بيقول له مثلا في زراعه الاسنان ب 500 جنيه ب 1000 جنيه مثلا، وفي حد بيحط اسعار زراعات اسنان باسعار غاليه. في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها ولازم تسال عليها، زراعات الاسنان اللي بتعمل دي موجوده في السوق دلوقتي حالا كتير جدا، في حاجات موجوده صيني حرفيا وفي حاجات بتعلى جدا براندات. طب هتفرق يعني هو طبعاً انا تفرق الصيني عندي مثلا ما بين حاجات تانية؟ اه تفرق في ايه؟ اول نقطه انا اقولها لاي حد عاوز يروح يعمل زراعات، اسال الدكتور اللي موجود عندك ده هل في ضمان للزرعه ولا لا. هو في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اصلا في الاسنان عندنا اسمها ضمان؟ اه، ومش انا اللي بديه، ده الشركه نفسها هي اللي بتديه. انا دي الشركه نفسها وانا بتفق بعمل معاهم ديل عشان يبدا يبعت لي زرعات، بسال الاول ايه الجرانتي بتاع الزرعه، الزرعه دي ليها جرانتي ولا لا، هتديني قد ايه؟ في واحد يقول لي ليك 10 سنين ضمان على الزرعه. يعني ايه 10 سنين؟ معلش انا مش فاهم. الزراعات كلها غاليه
اي زرعه اسنان حضرتك لو رحت سالت اي دكتور اسنان زرعات نظيفه طبعا ده اللي بتكلم فيه غاليه. طب انا كمريض رحت دفعت مبلغ في زرعه اسنان جدلا لا قدر الله، الاول السؤال هو زرعات الاسنان نسبه نجاحها قد ايه؟ زرعات الاسنان النظيفه برضه انا باكد على النقطه دي، زرعات الاسنان الكويسه النظيفه اللي هي ليها اسم في السوق المفروض انها بتمسك نسبه نجاحها قد ايه؟ نسبه تقريبا نجاحها 97%. 97% رقم كبير يعني جدا يعني طبعا مش رقم قليل يعني في ممكن يحصل فيلير للزرعه بتحصل عادي جدا ان انا ممكن احط المريض زرعه ويبقى مريض كويس جدا ما عندوش سكر مش مدخن عشان المدخن دي حاجه سيئه جدا بالنسبه للزرعات. لا احنا هنتكلم على الزراعات وبالذات ان احنا هنتكلم بشكل تفصيلي بس ناخد اتصالتي في الاستاذه هاجر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. انا حابه بس ان انا حاشيه قبل كده وبقاله. لا استاذه هاجر ممكن تعلي صوتك شويه عشان احنا مش سامعين كويس بعد اذنك. ايوه كده سامعيني؟ تمام. انا كنت حاشيه ضرسي من سنه كده بس وقع الحشو فانا حابه الدكتور يقول لي انا اعمل ايه؟ عندك اي سؤال ليها يا دكتور محمود؟ لا تمام مفيش مشكله. طب هي هتختلف على حسب هي عاوزه تعمل ايه؟ طب انت عايزه تعملي حشوه ثانيه بديله ولا عايزه تعملي يا استاذه هاجر؟ هو لو ينفع اعمل ثاني عادي اوكي مش ممكن. ايوه تمام ما هو ده المفروض لحضرتك اللي يحصل ان انت حضرتك الزرع وقع قصدي الحشو القديم وقع فحضرتك محتاجه انك تروحي تزوري دكتور الاسنان تاني وهو يقول لحضرتك هل الحشو ده محتاج بس انه يتعاد فقط؟ الحشو وقع ماشي تمام ما هو على حسب بقى الوضع ايوه حسب بقى ما ممكن يكون الحشو يعني ممكن عميق او حسب بقى ما الدكتور يقول لك يا استاذه ساعتها انت ساعتها مع الوضع اللي موجود في الضرس يا اما مجرد ان انت تعيدي الحشو بس يا اما ممكن نضطر نعمل كراون مثلا نعمل طربوش على الضرس على حسب ايه؟ على حسب وضع الضرس اللي باقي اللي موجود عندي قد ايه دي تفرق بالنسبه لي فالدكتور هو اللي يقدر يقيم هل محتاج ان احنا مجرد نعيد الحشو بس ولا هنضطر نعمل طربوش بالظبط عشان يحمي الاوريدي الحشوه اللي اوريدي موجوده. طيب. عندك اي سؤال تاني يا استاذه هاجر؟ شكرا لاتصالك. نرجع بقى تاني لموضوع الزراعات وحضرتك قلت انها بتبقى حتى لو مكلفه بتبقى مكلفه علشان الخامات والحاجات اللي والحاجه اللي موجوده عندي والضمان بتاع الزرعه نفسها. انا مريض زي ما قلت لحضرتك ان انا ممكن عندي نسبه فيلير نسبه بالزبط. فشل للزرعه ممكن توصل 3% مثلا. انا مريض جيت دفعت في العياده فلوس كتير وحطيت الزرعه ولاي سبب من الاسباب انا ما اعرفوش الزرعه دي بعد 3 شهور ما مسكتش جينا الدكتور يركب عليها بعد كده او يعمل اشعه بعد كده لقيت الزرعه العظم ما تفاعلش معاها او حصل اي مشكله. طب ايه الحل؟ لو انا بقى زي ما هو الاستاذ اللي كان بيسال بيقول موضوع الفلوس وانها رخيصه لو انا جايب من شركه مش تمام او شركه الحاجه عندهم رخيصه ومش بيديني ضمان هقول والله فلوسك راحت عليك ليه ما ماليش دعوه انت جسمك اللي رفضها. لكن الشركات الكويسه اللي بتعمل زرعه كويسه وعشان كده هم بيحطوا مبلغ كبير في الزرعه عشان النقطه دي عشان خاطر دي ان هو ان انت لما ترجع تاني الضمان مفيش اي مشكله خالص بالزبط. انا بشيل الزرعه واحط واحده جديده مكانها من غير ما تدفع اي فلوس جديده خالص وبتاخد ضمان للزرعه نفسها كويس جدا بالنسبه لي ودي نقطه مهمه لازم اي حد رايح يعمل زرعات ياخد باله منها ويسال الدكتور معلش يا دكتور انا لو الزرعه حصل لها فيلير ايه المشكله اللي ممكن تحصل قدامي؟ هل هضطر ادفع فلوس تاني من اول وجديد ونقعد نعيد البروسيدور دي كلها تاني ونفتح اللثه ونعمل القصه دي كلها نفتح الجرح تاني ولا الموضوع ده اتلغى؟ لا الموضوع ده اتلغى خالص انا مفيش مشكله قبل ما افتح على الزرعه تاني بنروح نعمل اشاعه ونطمن على الزرعه لان فيها مشكله هنشيل الزرعه ونحط واحده جديده من غير ما تدفع اي جنيه جديد. اكيد دكتور محمود معانا اتصال تليفون استاذه ياسمين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم سؤالك للدكتور محمود. لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي عامله تقويم بقالي سنتين ونص فهل ده طبيعي يعني وهي الحاله ما كانتش مستاهله من حاجه يعني كانت حاله وحيده الحاله مش مستاهله؟ ايوه يعني مش يعني ما كانش يعني فيه إيه يعني ايه الحاله مش مستاهله؟ ما كانش فيه يعني ضغط ولا كلام ده يعني ما كانش فيه ايه؟ يعني ما كانش فيه خلع يا استاذه ياسمين لدروس مثلا معينه و لا طبيعي بيحصل خلع ان هو امال ايه انت قيمتي الحاله انها مش مستدعيه في ايه؟ تقييمك انها سنتين ونص كتير يعني بشوف حالات اوحش من كده بكتير يعني انت بتشوفي حالات من زمان بصي استاذه ياسمين الدكتور اكيد هيجاوبك بس مش احنا ما بنقيمش هو الدكتور اكيد بيبقى شايف الحاله المناسبه عشان انت برضو ساعات في يعني ممكن الدكتور هو اللي يشرح لنا اكتر العظم هل مثلا هي البريس الرخيصه عشان كده هو طول ولا ايه؟ انت عايزه تشوفي الرخص جي يعني يا ترى الموضوع رخيص ولا غالي ولا ايه؟ بصي يا ياسمين اولا انت حضرتك اللي تقرري انت شايفه التقويم رخيص ولا لا؟ ثانيه واحده طيب اتفضلي عايزه اسال حاجه ثانيه هو يعني طبيعي لما انا مثلا داخله التقويم والدروس بتاعتي مش معوج هل طبيعي ان هي اثناء التقويم تتعوج يعني انا داخله في حاجات سليمه تطلع معوجه؟
ماشي تمام هجاوب. عندك حضرتك اي سؤال يا دكتور؟ طيب لا تمام مفيش مشكله. شكرا لاتصالك يا استاذه سنين. اسمعي الدكتور محمود هيجاوب حضرتك. شكرا لاتصالك. طيب بالنسبه الاول هي بتتكلم في موضوع الوقت ان هي بقى لها سنتين ونص. سنتين بالزبط. ونص في التقويم مش رقم كبير، ده طبيعي جدا يعني مفيش منه مشكله. ده يعني في بيبقى اكتر, أكتر من كده, كده. في ناس التريتمنت بلان بتحط ممكن توصل 7 سنين مفيش منها مشكله. طب مين اللي يقرر؟ مش انا، الدكتور اكيد اللي شاف الحاله من الاول هو اللي يقدر يقرر، والمفروض يكون باتفاق ما بينهم افريج، بيقول لها تقريبا هنشتغل في رينج من سنتين 3 سنين 4 سنين، بيبقى اتفاق من الاول ما بينهم. وبالذات يا دكتور في التقويم بدون قطع كلامك برده عشان استاذه ياسمين تفهم اكتر، يعني انها بتبقى كل فتره بتروح تزور عشان كل فتره بيحصل تغيير في شد التقويم السلك اللي موجود عندنا، وحتى لو لقى الموضوع بيبقى متناسب بيرجع تاني يعني حسب بقى الحاله. تمام. فعشان في ناس بتبقى مثلا بتكسل تقول لا انا هاجل، ما ينفعش، واحنا في ميعاد مفروض للزياره لدكتور الاسنان فالمفروض انها تروح، ده اساسي بالنسبه لنا. ففكره انها بقى لها فتره طويله اللي هي مثلا سنتين ونص، انا شايف ان التقويم ده مش فتره طويله، ده عادي ممكن يحصل، مش شرط. في حالات تقويم تاخد 6 شهور بالظبط وبتخلص حسب كل حاله، بس وفي حالات بتتعاقب. هي بتسال بتقول ان في دروس عندها اتعوجت مثلا، ممكن بتحصل في التقويم. احنا في احيانا بنرص، بنعمل الاينمنت للسنان، بنبدا نرص السنان ونشوف، وبقول لك اصلا بص على الزيارات الثانيه، ويبدا الزياره الثانيه انا هبدا اشوف هل حصل مشكله موجوده وابدا احلها. عشان كده احنا مثلا التقويم ده بياخد جلسات او بياخد مراحل معينه، في الاول ليفلنج والاينمنت الاول، وبعدين بنبدا نشتغل خطوه خطوه لحد ما نوصل في الاخر لمرحله اسمها فينيشنج. قبل ما اخلص بقى اشوف ايه الدرس اللي اتعوج وابدا اعدله، الدرس اللي طلع لفوق وابدا انزله. دي كلها حاجات مهمه بالظبط، حاجه طبيعيه. عشان كده انا بقول ممكن تكون هي لقت الموضوع طويل وكده فكسلت تروح. هي برضو اخذتها من ناحيه ثانيه ان البريسس كانت رخيصه فعمى كده. ممكن ممكن بتحصل. هل شركات التقويم مثلا نفسها او البريسس اللي بتركب بتفرق؟ بتفرق جدا. هل لو انا مثلا الدكتور نفسه شغال بحاجات رخيصه شويه هتفرق في سرعه التقويم؟ بتفرق. في شركات اصلا براندات نازله بتقول ان هم عندهم اسرع تقويم، يعني هو عنده قدره معينه انه بيعمل براكت الديزاين بتاعه بطريقه ان هو يقدر يخلي السترين تتحرك بطريقه اسرع. بالعكس ده ممكن في يعني كتات او شركات معينه بتنزل حاجات عشان تقدر تخليك ما تخلعش مثلا. يعني في حالات مثلا انا التريتمنت بلان لازم اخلع، في شركات نزلت حاجات معينه، طبعا كل الحاجات دي بتغلى يعني علشان بس الناس فاكره ان هو يعني ان هو لا، ما كل ما يبقى في تكنولوجي او في تطور في الحاجه بتبقى اغلى، علشان بس الناس بتفتكر ان هو لا. طب ايه ده هنجز وهعمل حاجات في وقت قياسي يعني مثلا صغير جدا. التقويم الشفاف مثلا ده بقى بالزبط. براند بقى نازل كتير جدا التقويم الشفاف. في تقويم شفاف فعلا موجود، وفي ناس بتفضله بشكل عشان خاطر ما ركبش البيسز، ده بيبقى اغلى واغلى لانه ده قصه ثانيه مختلفه بطريقه بتكنيك مختلف بديزاين مختلف. فكل الحاجات دي هتفرق وهتفرق معايا في الاسعار. في الاسعار صح. طب معانا اتصلت فين الدكتور محمود؟ استاذه ندى. الو، سؤالك يا استاذه ندى الدكتور محمود. حضرتك عايزة أسأله، أنا كنت عاملة تقويم وبقالي 4 سنين ونص، يعني الأخت اللي اتصلت مش تكثر السنتين، أنا عندي يعني ليا 4 سنين ونص. يعني طيب. يعني أنت قولي لها بقى يا أستاذة ندى إنها أنت بقالك 4 سنين ونص. ففعلا برضو أنا مستغربة، هو ده طبيعي ليه كل ده؟ فعلا أنا معاها برضو نفس السؤال. نفس الكلام يا أستاذة ندى، هو نفس القصة. عندك أي سؤال تاني طب للدكتور عشان الدكتور يجاوب؟ حضرتك هو التقويم اللي كنت عاملاه بمناسبه ان اسناني كانت واسعين شويه عن بعض. تمام. ف يعني ياخد الوقت ده كله فعلا، انا امتى هتهنى بيهم كده 4 سنين وانا لابسه الاجهزه تمام هنطمنك. عندك اي سؤال تاني غير التقويم يا استاذه ندى؟ يا حضرتك عايزه اشوف حاجه لتبييض الاسنان بس غير التنظيف بتاع الجير ده عشان صعب قوي. تنظيف الجير؟ حاضر. صعب. انا عايزه حاجه غيره، يعني في حاجه تبيض الاسنان لو في بدائل يعني ممكن الدكتور يقولها لنا. حاضر. عندك اي سؤال تاني يا استاذه ندى؟ تسلميلي. شكرا ميرسي والف سلامه على حضرتك. طيب الاول الموضوع انها طولت 4 سنين ونص عشان هي كان في مسافات بين سنانها. تمام. برضو هقول لحضرتك يا استاذه ندى نفس الكلام اللي كنا لسه قايلينه من شويه، ان اللي يقدر يقيم وضع حضرتك من الاساس هو الدكتور، والمفروض ان يبقى في اتفاق ما بينكم من الاول مسبق، ان هو تقريبا بيقول لك تريتمنت بلان، احنا هنمشي الخطه العلاجيه بتاعتنا بتقول ان انا مثلا هقعد اشتغل في التقويم وهقفل الفراغات اللي موجوده في اسناني دي في خلال وقت قد كده. طبعا الوقت ده ممكن يزيد ممكن يقل، يعني ده وارد ان يحصل لاي شكل من الاشكال. هل بقى حاله حضرتك تستدعي ان انت قعدت 4 سنين ونص دول ولا لا؟ الدكتور نفسه اللي يقدر يقيم. بالظبط. بس عشان اطمن حضرتك، هل ممكن يحصل 4 سنين ونص؟ بيحصل. يعني هو فعلا في حالات تقويم بتفرض عليا الحاله نفسها. بالزبط. حركه السنان تفرق، يعني سن المريض يفرق. أكيد. انا لما يجي لي مريض صغير في السن 14 و16 سنه غير لما يجي لي مريض 30 40 سنه. بالظبط. ده واحد العظم عنده طري اقدر احركه بسرعه جدا،
واقدر اثبته بسرعه جدا اسرع, أسرع. في مريض مثلا تاني انا اصلا بيفرض عليا يعني مثلا في الطبيعي في النورمال احنا زيارات المريض التقويم كان زمان يعني الكلام ده مثلا من 10 سنين ما كانش لسه في موضوع التقويم للناس الكبيره في السن ده حقيقي لكن حقيقي. كان بيبقى مسموح للاطفال للناس الصغيره 20 سنه يقول لك بس ما اقدرش اكمل عشان اوريدي السنان العظم خلاص اتكون وثبت زي ما بنقول في مكانه لكن دلوقتي بقى الموضوع متاح للكبار فدي بقت حاجه يعني دي حاجه برده في التطور ده حقيقي العلم. ده حقيقي وحصل جدا عشان كده بقول لها برده موضوع الوقت في السن ان انا مثلا لما يجي لي مريض صغير انا ممكن اجيبه زيارات في التقويم ممكن كل اسبوعين ممكن كل 3 اسابيع لما بيجي لي حد كبير سنا انا عارف ان حركه السنان نفسها او لازم اشد السلك بطريقه معينه بيسموها لايت فورس لازم اشتغل بالراحه على الاقل ليه اصل عشان في ناس كتير بتستعجل في مثلا مريض يجي لي العياده يقول لي بص يا دكتور بعد اذنك احنا واحنا مش ممكن نخلي مثلا الزياره بتاعتنا كل 5 ايام كل مثلا اسبوع لا ما ينفعش ليه ما ينفعش اصل لو حضرتك سرعتي في القوه انا بحسبها بطريقه معينه ان انا لما هنزل السلك بتاعي ده اللي انا بشده على البريس اللي موجوده عندي واشد باساتك معينه وقصه معينه محتاج فورس او قوه طريقه معينه بحيث انها تتحركها من غير ما تضر العظم ولا تضر السنه بالظبط طب لو انا نزلت فورس زياده عن اللزوم هتلاقي حاجه من الاثنين حصلت يا يعني العظم هيدوب يا اما السنه نفسها ممكن تتخلع وبيحصل المريض اللي بيستعجل فعشان كده لا انت حضرتك مطلوبه منك ان انت تروحي للدكتور وتقدري تساليه هل يعني انا مستدعيه الوقت ده ولا لا وهو يقدر يشرح لحضرتك القصه هل فعلا انت اتاخرتي ولا ما اتاخرتيش طب كويس ان انت طمنت استاذه ندى وعشان خاطر فعلا الناس بتقلق وزي ما بقول ان السنان بالذات يا دكتور يعني على قد ما هي فعلا التكنيك بتاعها دلوقتي اتطور وكده بس برضو بيبقى في ناس لسه هي لغايه دلوقتي بتخاف مش فاهمه مش عارفه فلازم احنا نوضح الصوره فهم غصب عنهم يعني فاحنا يعني بنشكرهم ان هم بيسالونا الاسئله دي عشان نوضح للمشاهدين نرجع تاني بقى يا دكتور للزراعه والكلام ده كله حضرتك بتقول ان اللي حضرتك قلت الاول اللي هي بدون جراحه بتبقى الموضوع ازاي طيب الموضوع بقى بسيط خالص عشان ناس كتيره جدا بدات تخش العياده وقلنا ان هم بيخشوا العياده ويبقى عنده مشكله رهيبه ان يا دكتور مش عاوزه تحطي له مشاط فوق بقى ورعب بالظبط مستحيل وانك تخيط في الاخر ده لا طب ايه الحل الموضوع بقى بسيط جدا بنعمل حاجه اسمها الدليل الجراحي ده اللي احنا اتكلمنا عليه بقى في التكنولوجيا اللي بقت موجوده دلوقتي بنطلب من المريض كل اللي مطلوب منه انه يعمل اشعه ثلاثيه الابعاد وبناخد له شويه صور معينه بناخد له مقاسات وقبل ما المريض بيخش لي اصلا العياده بنجهز حاجه اسمها الدليل الجراحي الدليل الجراحي ده بيتنفذ على برينتر 3D بتنطبع على شكل بقه بالظبط وتتثبت في بقه اثناء العمليه الجراحيه نفسها بدون ما افتح اي مشرط ولا اعمل اي حاجه باجهزه معينه الدليل الجراحي ده ببساطه كده لو انا مثلا عاوز احط الزرعه باتجاه بزاويه ميل كده او واقفه كده ايه اللي بنعمله الدليل الجراحي ده بيتصمم من الاول خالص على سوفت وير ويطلع زي جهاز بسيط فيه سلوت فيه زي مجرى واخده نفس شكل العظم بنفس زاويه الميل اللي موجوده عندي دي يجي المريض اثناء الزراعه نفسها نحط الحاجه دي على بقه وبادوات معينه بتخش تعمل الفتحه الصغيره مكان الزرعه ولا مشرط ولا اي حاجه بس دي مش كل الحالات يا دكتور عشان مش أكيد كل الحالات تنفع فيها حاجات زي أكيد كده اكيد طبعا لكن بنسبه مثلا ممكن 80 90% بينفع اللي هم متابعين بقى يا دكتور اللي هم يعني شايفين في مثلا حصلت مشكله ما وبسيطه ابتدوا ان هم يروحوا ويشوفوا يا ترى المشكله دي سببها ايه تمام وبرده الحالات اللي هي اغلبها بتبقى بسيطه الحالات اللي غالبا ما بينفعش فيها الدليل الجراحي بتبقى عمليات كبيره ومعقده ان انا عاوز ارفع الجيب الانفي عاوز احط عظم كتير فساعتها لازم افتح لسه ما هو انا عشان احط عظم ده مش هينفع احطه من خلال الدليل الجراحي فمحتاج ان انا افتح اللثه فخلاص ده داخل في قصه الجراحه انما بشكل عام زي ما قلت لحضرتك ممكن بنسبه 80 90% الحالات بينفع فيها حاجه اسمها دليل جراحي والمريض ما بياخدش حتى غرزه يعني ما بخيطوش زيه بالظبط انا لما بيجي لي مريض العياده بقول له بالظبط كده بنفس الطريقه حضرتك حشيت ضرس قبل كده احنا نحشي الضرس طب سؤال يتسال زراعه الاسنان يعني لو احنا هنقول مثلا في العمليات بتاعه الاسنان كلها تنظيف الجيل والخلع والحشو هي منين في دول في السهوله اسهل من الخلع Yeah. والله اسهل من الخلع يعني دلوقتي زراعه الاسنان ممكن تبقى اسهل من الخلع الخلع عشان بيبقى ساعات انا مثلا يعني سؤال برضو يتسال تاني طب هو الزرعه لو زرعه سيمبل بسيطه انا عندي سنه مخلوعه احط مكانها زرعه تاخد وقت قد ايه من اول ما الدكتور يشتغل من اول لحظه اديت البنج اهو لحد ما اقول للمريض توكل على الله بالظبط وقت اخر عمليه احنا شغالينها عندي في العياده كانت بالظبط واخده 7 دقائق 7 دقائق من اول ما اشتغلت لحد ما قلت للمريض قوم من على الكرسي الحشو الطبيعي لو انا هعمل حشو عصب او اعمل اي حاجه ممكن ياخد نص ساعه فدي بقت اسهل 1000 مره من ان انا اروح اعمل حشو اسنان او اروح اعمل عصب عشان الناس اللي بتخاف هو ده السؤال يعني ناس كتيره جدا بيجي لي عيادة تقول بعد اذنك انا خايف ان انا اعمل زرعه والله اسهل
والله اسهل من الخلع، اسهل بكتير جدا. زراعات الاسنان بقت ابسط واسهل بكتير، واللي سهله اكتر موضوع دليل الجراحه. زراعه الاسنان اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت ممكن تنفع مع ناس عندها تسوس؟ يعني في احنا بنشوف اطفال دلوقتي يا حرام لا يعني. لا ولا في نقطه مهمه، لا زراعه الاسنان من اول 18 20 سنه ممنوع قبل كده. يعني مش ممنوع، يعني ممنوع من السن الصغير. ممنوع زي التركيبات الثابته. ليه؟ علشان نمو العظم نفسه اللي موجود عندي، مش انا احط الزراعه في عظم فانا محتاج ان العظم يكون حصل له كومبليت كلاسيفيكيشن، لازم يكون كامل تماما البون اللي موجود عندي ده عشان اقدر احط الزراعه ويمسك فيها. طيب الزراعه دي تبقى بديل الحشو يا دكتور ولا لا؟ لا دي قصه ودي قصه، دي قصه ودي قصه. الحشو لا، لا انا بس عندي بقول يعني مثلا عشان في ناس بتبقى يعني اكيد التسوس عندها ما وصلش انها تاكل المينا كلها بتاعه السنه، فساعات الحشوه دي بيبقى بينظفوا بس الحاجات تمام. اللي هي مكان التسوس اللي موجود ونقدر نحط مكانه. فدي يا ترى تبقى بديله؟ لا. لا. لا دي لا حاجه ثانيه. انا بتكلم الزرعه ان انا هخلع الضرس خالص مكانه كله واقدر احط زرعه جوه العظم. انا قلت لحضرتك ان الزرعه دي بتستعيد عن الجدر اللي موجود جوه العظم نفسه، وهنركب عليها كراون بعد كده يستعيد عن الجزء الظاهر قدامي في في اللي هو اللس. دي قصه مختلفه. انما ان حشوات الاسنان انا ضرسي مسوس ايا كان بقى، تسوس بسيط او تسوس وصل للعصب، فهل ده معناه ان انا اخلع الضرس واحط زرعه؟ لا طبعا انا مش كده. الحاجه اللي ربنا خلقها مفيش اي حاجه احسن منها. تبقى بديله؟ لا طبعا بالزبط. احنا مثلا هل بنستسهل دلوقتي؟ حضرتك بتقول مثلا ان انا بقول دلوقتي ان الزراعات بقت سهله جدا وبسيطه وما بتوجعش وما فيهاش منها مشكله، فمعنى كده ان انا خلاص بقى اي مريض يجي للعياده اقول له يلا بقى نخلع الضرس ونحط زرعه؟ لا طبعا انا مش كده. انا قلت من اول حلقه خالص ان لما نوصل لمرحله ان الحاله هوبلس لا مفيش امل، احنا اخر حاجه بنفكر فيها اكيد بالظبط هي الزراعات. هي الزراعات عشان كده احنا يعني بننوه وبنشد جدا على موضوع الناس يقولوا طبيب الاسنان لا انت لازم تهتم ان انت تروح لاسنانك، عشان فعلا المراحل الخطيره اللي بيوصل لها ده بيبقى ساعات الناس بتهمل ان هي تقعد تقول ده انا ضرسي بيوجعني انا هاخد شويه مسكن وخلاص، ويومين ثلاثه فعلا الالم بيروح وبعد كده يعني بتسكت على الموضوع، لكن الموضوع بيوصل بشكل متطور وبشكل سريع. دي اكبر نقطه وجريمه بتحصل في حياتنا من وجهه نظري. احنا للاسف الاسنان اللي موجوده عندنا بيحصل كل اغلب الامراض اللي بتحصل في الاسنان بتبقى كرونيك يعني مزمنه. واي حاجه مزمنه في الدنيا ما بتعملش وجع. تمام. ومشهور جدا جدا يجي المريض في العياده يقول لي يا دكتور بعد اذنك ضرسي بس ايه مخروم كده خروم صغير، فبعد اذنك يعني شوف لي بس حط لي كده اي حاجه. بعد الكشف عليه اقول له لا بص حضرتك انت ضرسك سوس ووصل لحد العصب وعمل خراج وعمل كيس دوني في العظم. يقول لي ازاي؟ انا اصلا ما عنديش وجع. ازاي القصه اللي حضرتك بتحكي فيها دي كلها وانا ما عنديش وجع؟ فاقول له ببساطه اصل كل اللي عندك ده اسمها بكتيريا مزمنه وكان ماشي واحده واحده بالراحه من غير ما حضرتك تحس. لو حضرتك كنت جيت بدري شويه كان الموضوع اتلحق. قريب خالص كان موجود عندنا حاله في العياده، المريض كان جاي يشتكي من ايه؟ بس عشان اقول لحضرتك هو كان عامل زمان خالص تركيبه على السن اللي قدام دي. أيوه. من 20 سنه. وكل شكوته المريض وده كان راجل تقريبا حد عنده 60 سنه. وبيقول للدكتور بس بعد اذنك هي السنه بتتلخلخ، التركيبه بتتلخلخ، فعاوز حضرتك بس تفكها وتثبتها باي طريقه وخلاص. تمام؟ دي شكوته. شوف بس حضرتك عشان حاجه الناس اللي بسيطه اللي يعني الناس شايفه الموضوع بسيط. تمام مفيش مشكله، اعمل لي اشاعه. بعد ما عمل الاشاعه اللي هي 3 دي وشفناها اكتشفت ان بسبب هو مش حاسس بحاجه من زمان، ان بسبب التركيبه دي كانت مش معموله مظبوط قوي، التركيبه الثابته بقى اللي انا قلت لحضرتك عليها عشان من 20 سنه، العظم اللي موجود اتاكل، العظم اللي على السنه نفسها اتاكل، اتكون كيس دهني في العظم مقداره 22 مللي. دي حاجه صعبه جدا طبعا. وهو ما يعرفش وهو اصلا مش عارف حاجه ومش حاسس بيها، لدرجه ان انا لما شفت الاشاعه في الاول يعني عاوز عشان اوصل له المعلومه هو مش متخيل يعني هو مش قادر يدرك. فجبت له الحاجه 3 دي ودي ميزه الحاجه اللي هي التكنولوجي اللي هي الاشعه الديجيتال الجديد بقى دلوقتي. لما وريته الحاجه 3 دي هو انصدم يعني هو قال لي فهم ازاي ازاي وصلت للمرحله دي. اكيد دكتور محمود معانا اتصال تليفوني. استاذه نوره. الو. ايوه استاذه نوره، ممكن اسال الدكتور بس على حاجه؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. انا اسناني كل ما باجي اشرب عليها بتيجي هيجان صعب وبتوجعني، حتى لو جيت اشرب شاي برضو بتوجعني. طيب دي كل اسنانك ولا جزء معين؟ لا في الاسنان، في الضروس والاسنان كلها. كلها يعني البق كله يمين وشمال وفوق وتحت مش حته معينه؟ أيوه. هي اللي فيها مشكله. أيوه. طيب تمام. طيب دي شكوى مشهوره في العياده عندنا؟
لما يجي مريض يشتكي كده مني يقول يا دكتور انا بشرب ميه ساقعه او ميه سخنه او باكل حلويات بالذات كل بق بيقوم عليا، ده بنسبه كبيره جدا حاجه اسمها جنجيفايتس اللي هي التهابات في اللثه، حاجه اسمها بيريدونتايتس ان عندها جير كتير جدا وعندها التهابات في اللثه كتيره، وصلت لمرحله انها دخلت على العظم اللي موجود بتاع السنان فبتبقى جنرالايزد بقى في بقها كلها مش درس واحد اللي فيه مشكله. ده بنسبه مثلا 70-80% ده المشكله اللي موجوده عندها، او ان دروسها كلها مسوسه هي كده يا كده، يا اما عندها دروس يمين وشمال فوق كتير مسوسه. لكن الجير يا دكتور ما يعملش الالام دي؟ يعني في ناس بتبقى من كتر الجير عندها زياده جدا ووصل يعني لشكل حتى ظاهري جامد بيعمل كده الالام دي. طبعا من اكتر الحاجات السيئه اللي بتكون موجوده في العياده عندنا فكره ان انت هتبقى عندك جير، واحنا دايما بنسميه المرض الصامت، المريض ما بيحسش بحاجه وما عندوش مشكله مع انه بيعمل مشاكل تحت منه كتيره جدا. الجير ده ياكل الجدر بتاع السنين، ياكل العظم وياكل اللثه، يعمل التهابات في اللثه، يخلي السنين كلها تتلخلخ، يخلي السنين كلها تقع. فطبعا دي حاجه سيئه جدا. الجير ده عشان كده بنقول لازم نزور طبيب الاسنان كل 6 شهور، ده اساسي بالنسبه لي، دكتور الاسنان ازوره كل 6 شهور هيبدا يبص على كل الجير اللي موجود. ده مهم قوي بالنسبه لي، الجير ده من اكتر الحاجات السيئه اللي بتحصل في في في, في بق المريض، لان هو بيحسش بمشكله ومش عارف ان في مشكله موجوده عنده. لازم تنظف الجير باستمرار. برضو سؤال بنساله كتير في العياده، دكتور هو تنظيف الجير بيضر المينا؟ بالظبط، ده سؤال بقى بتساله على طول. ده اكيد. بس خلينا نقف عند يا ترى فعلا، وكتير بقى بيسالوا السؤال ده. بس ناخد اتصال تليفوني. استاذ بشرى افندم، سؤال حضرتك للدكتور محمود. يا فندم انا كنت عايز اساله على ممكن ازرع في يعني في سنان فاضيه عندي، ممكن احط مطرحه بدون الم؟ يعني في عندي كذا سنه متشاله، تمام، وفي درسين ورا، في درس واحد متشال وفوق واحد متشال، تمام، ممكن انا احط بدلهم سنان بالفوريه؟ يعني ده. يعني بتبقى عمليه ولا لازم؟ طيب حاضر اقول لحضرتك. عندك اي سؤال تاني ليا دكتور محمود؟ لا تمام، لا شكرا. شكرا لاتصالك والف سلامه لحضرتك يا استاذ بوش. طيب فكره ان هو يحط زرعات في الاماكن الفاضيه، طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان اي مريض عنده اماكن فاضيه قلنا ان في حلول كتيره، افضلهم ان هو يعمل زراعات الاسنان. بس عشان موضوع الكلمه اللي هو قالها، موضوع زراعه الاسنان بدون الم، يعني ايه زراعه اسنان بدون الم؟ قلنا في ممكن زراعه اسنان بدون جراحه، انا مش هفتح اللثه، ماشي تنفع، انما بدون الم هو اصلا ما بتوجعش، انت حضرتك بتاخد بنج وخلاص ما بيبقاش فيه فعلا وجع. وعشان برضو الناس بتسال كتير ازاي ما بتوجعش، يعني منطقي، هل لو المريض تحت ايديا بيتوجع انا هعرف اشتغل؟ لا طبعا مستحيل، استحاله. فعشان بس حدش البنج اللي بياخدوه في عينيهم، يعني لو المريض مثلاً فعلا مثلاً حس بالحاجات اللي بتتعمل هيتحرك ومش عارف اشتغل، مستحيل اكيد. فما حدش يجي يقول لي لا اصل زراعات الاسنان وانت شغال بتوجع، لا مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. انت حضرتك بتاخد بنج، والبنج ده بيمنع اي الم اطلاقا انه يكون موجود عندي في اثناء الشغل، لانه منطقي. لو انا اصلا المريض نفسه بيتوجع انا عمري ما اعرف اشتغل، لا اعرف احط زرعه ولا اعرف اشيل زرعه ولا اعرف اعمل اي حاجه خالص، اكيد. ففكره الالم لا هي مش موجوده. هل ينفع يعمل زراعه فوريه؟ ينفع يعمل زراعه فوريه. قلنا زراعه فوريه ان انا هشيل السنه واحط سنه مكانها، لو هو خالع خلاص ماشي هنحط زرعه عادي، هنفتح اللثه فتحه صغيره ونحط الزرعه. هل ينفع ان انا وانا موجود عندي احط زرعه بدون جراحه؟ انها عن طريق دليل جراحه، ينفع، كل الحاجات دي تنفع، مفيش منها اي مشكله. بقى الموضوع سهل وبسيط. بس نرجع لموضوع يا دكتور تنظيف الجير بسرعه كده سريعا، وبعد كده نرجع للزراعات. تمام. حضرتك قلت ان الجير في ناس فعلا بتخاف جدا ان هو من كتر بيأثر على الاسنان بالذات، بيأثر على المينا بالذات يعني اطلاقا، ملوش علاقه، بالعكس احنا العكس هو الحقيقي، اللي هو ايه؟ عشان نشرح بس القصه، هو ايه فكره الجير؟ الجير اللي موجود عندنا ان انا ضرسي اللي موجود او السنه اللي موجوده ما بينها وما بين اللثه بيتكون طبقات خفيفه خالص من البكتيريا اللي موجوده عندي دي. الطبقات دي لو انا ما غسلتش سناني باستمرار بتبدا تكتر تكتر تكتر، بتعمل كتل، الكتل دي هي عباره عن الجير. طيب الجير ده ايه ضرره وازاي اقدر اشيله عشان نفهم القصه؟ بسرعه سريعه. الجير عباره عن بكتيريا، مستعمرات من البكتيريا قاعده طول النهار عماله تفرز في حمض. الحمض ده يجي على السنه يعمل تسوس، يجي على اللثه يعمل التهاب، يجي على العظم اللي جوه يدوب العظم، فهو مصيبه سوداء. يعني هو وجودي اصلا في المنطقه دي الجير ده حاجه سيئه جدا طبعا، مشكلته انه ما بيعملش وجع، عشان كده المريض ما بيعرفش. طب احنا بنشيله ازاي؟ في طريقتين. الطريقه القديمه واللي تقريبا ما بقاش في حد بيعملها الحين، المانيوال. كنا زمان بنجيب حاجه اسمها كيوريت ونقعد نكحت السنان بالزبط. دي كانت بتبقى سيئه والمرضى كانوا بيخافوا، ولو ضرس متلخلخ ولو ضرس متلخلخ المريض بيخاف على سنته، دي حقيقه. اتلغى القصه دي خالص او موجوده لحالات معينه. بقينا بنستخدم حاجه اسمها التراسونيك او كافيترون، ده عباره عن جهاز بسيط خالص بيطلع رذاذ ميه بذبذبات معينه، بتمشي بالراحه خالص، بتروح تشيل كل التكلسات او كل الجير الموجود عندي. طب سؤال، هل الكافيترون ده هياثر على الضرس او على السنه؟ لا خالص، ولا بيأثر عليه ولا في اي مشكله خالص. عشان هو